أخوكم ماجد الشامسي، مدير إدارة تطوير الأعمال في دارة التعليم والمعرفة. إطلاق مشروع 42 أبو ظبي يتماشى مع رؤية أبو ظبي لتعزيز بيئة الابتكار التكنولوجي اللي بيؤدي لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنوع في الدخل الاقتصادي. والبرمجة تراها هي لغة المستقبل، وإحنا اليوم نبغى نغير المفاهيم ونعلم هاللغة عشان نمكن شباب اليوم حق مواجهة تحديات الغد عبر تزويدهم مهارات رقمية مطلوبة في سوق العمل. وها بدوره بيساعدنا نلبي متطلبات تطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وتدعم مدرسة 42 أبو ظبي جهود دائرة التعليم والمعرفة في تزويد الطلاب بمهارات القرن 21 اللي بيمكنهم من تلبية متطلبات مختلف القطاعات. وبيطور مكانة 42 أبو ظبي لتصبح أحد أبرز حاضنات الابتكار والمواهب في أبو ظبي من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال. اللي يميز مهمة مدرسة 42 أبو ظبي أنها تعتمد على نظام تعليمي مبتكر، لا يعتمد فيه أن الطلاب يتعلمون من بعض، فما في معلمين وما في صفوف وما في حصص، والطالب يعيش البرمجة 100%. والمنهج الأكاديمي في المدرسة كأنه لعبة فيديو، وهذا النظام معروف بمسمى Gamified Approach، فالطالب ممكن يتخيل نفسه في لعبة، وعشان ينتقل من مرحلة لمرحلة لازم الطالب يطور من مهاراته ويحقق أهداف تعليمية محددة. ويمتاز بعد منهاج 42 أبو ظبي بالمرونة، يسمح للطالب أنه يتعلم حسب قدراته الشخصية وحسب ميوله. فمثلا إذا الطالب مهتم في الذكاء الاصطناعي ممكن يتخصص ويتطور بالتحديد في هذا المجال. وأيضا في بعد مرونة من حيث الحضور والانصراف، فالمنهج يعطي الطالب إمكانية الحضور المدرسة في أي وقت هو يبغى، فاللي بدعاته تطلع في النهار أو في الليل حياهم الله، الوقت المبنى مفتوح 24 ساعة. وأهم شيء بالنسبة لنا هو تحفيز الطلبة على تعلم البرمجة، فالمدرسة مجانية للجميع وما في أي رسوم دراسية. طبعا هذا يتماشى مع رؤيتنا لفتح الفرصة لكافة أفراد المجتمع لاكتشاف قدراتهم الكامنة في مجال البرمجة. يمكن لأي شخص تسجيل في 42 أبو ظبي، شرط أنه يكون طبعا عمره فوق 18 سنة، وتستقبل المدرسة طلبات تسجيل من طلبة جامعات، خريجين، موظفين، أي حد يبغى يكتسب مهارات جديدة ويبحث عن فرص عمل في مجال البرمجة والتكنولوجيا. وشهدنا اقبال واسع للتسجيل في المدرسة منذ اطلقناها، وبعد اجتياز مختلف مراحل التقييم والاختبار بدأ الطلبة الحين ما شاء الله من دوامهم في المدرسة منذ 26 سبتمبر تقريبا. وإلى الآن عندنا 3 نسخ من مراحل الاختبار بين مايو وأغسطس، وشارك فيها أكثر عن 400 طالب مرشحين، نجح فيهم تقريبا ما يقارب 225 تجاوزوا هالمرحلة. ودعينا واللي دعوا للانضمام لأول برنامج في 42 أبو ظبي هم ما يقارب 135 طالب. وأيضا يسرنا أن نشهد إقبال الطلبة الإماراتيين للتسجيل في المدرسة، خاصة من السيدات، حيث وصلت نسبة الطالبات الإماراتيات إلى ما يقارب 62 تقريبا بالمئة من إجمالي الطلبة الإماراتيين الناجحين في هذه المرحلة، وهذا يعزز الأمر نجاح المدرسة في كسر الصورة النمطية حول تعلم البرمجة.